يا هلا بالحلم وينك من زمان يا حلاتك وانت متحقق بدي كان ما بيني وبينك امتحان هانت ظروف وعدى كل شيء عدى كل شيء. والله بصراحة يوم مميز لا شك لأنه تخرج نعتبرها ثمرة التعب والتربية والإنجاز يعني بالنسبة لكل أبوهم يعتبرها إنجاز. واليوم بهذه المناسبة أحب يعني أقدم التهنئة لكل عوائلنا وطلبتنا الأعزاء وإن شاء الله أتمنى لهم الرفعة والسمو. بدون أن نشكر رئاسة الجامعة ونشكر الأساتذة ونشكر كل الخيرين اللي قدموا هذا الإنجاز العظيم نعتبره حقيقة. يعني أنا برأيي يعني الأستاذ أو رئيس الجامعة أعتبره هو شريك وياه يعني بهذه الثمرة. والله شعوري بهذا اليوم يعني ما ينوصف، كأنما العراق نهض من جديد. هاي الوجوه الطيبة وإن شاء الله لهم إن شاء الله يا رب السعادة أتمنى لهم وأتمنى لهم التعيين. والله شعور ما توصف يعني من الفرحة، يعني صراحة شوية بس يعني فرحان تخرج بنتي عندي هالسنة إن شاء الله دي تتخرج من الترجمة الفرنسية إن شاء الله. يعني فرحتي كلش يعني فرحة قوية مدى أقدر أحكي يعني بيها من الفرحة يعني، وأتمنى لها يا رب إن شاء الله توفيق والنجاح بحياتها ومستقبلها وإن شاء الله يحقق كل أمنياته وكل وياها الأولاد والبنات إن شاء الله كلهم الله يحقق أمنياتهم. والله يوم جميل إن شاء الله، نتمنين تدري يوم تخرج دفعة وهاي أولادنا إن شاء الله يرفدون هذا البلد، إحنا بحالة بناء يعني وإن شاء الله يدعمون بناء هذا البلد العراق العظيم، ويستاهل العراق إنه يزيج بهيجي كوادر متخرجين من هيجي جامعة رصينة، إن شاء الله يدعمون البلد بكل مجالات الحياة. والله تدري يعني هم الدور الأهم يعني حقيقة، يعني مشكورة جهودهم اللي وصلوهم لهالمرحلة هاي وقدرنا إنه تستمر المسيرة التعليمية برفد هاي الجامعات. ولا تدري المجتمع مالنا في تطور بناء يعني ويحتاج إلى كوادر دعمة وتستمر مسيرة البناء للعراق إن شاء الله. والله شعوري شعور جميل، يعني شعور كأي أم وأب يعني أدينا رسالتنا يعني كوالدين كولياء أمور، وشعور يعني اللي يزرع يحصد يعني كبنتي كطالبة تخرجت الحمد لله. يا هلا بالحلم وينك من زمان يا حلاتك وانت متحقق بدي كان ما بيني وبينك امتحان هانت ظروف وعدى كل شيء عدى كل شيء. من نويتك وانت في بالي هدف والسعي لك عمره ما يوم وقف في حياتي.